أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أن قطاع التشييد ومواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري. وخلال افتتاحه المعرض الدولي للبناء والتشييد ذا بيج فايف، أوضح نصار أن المعرض يتيح ميزات تنافسية كبيرة وفرصا ضخمة للنفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، تم افتتاح المعرض الدولي بيج فايف لمواد التشييد والبناء والذي يعقد بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 18 حتى 21 من سبتمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة. أعتقد أنه هو هيكون نجاحه بيروج للاستثمار في مصر، وأنه يجي شركات أجنبية تشوف الفرص أنها تستثمر في مصر وتخش في شركات في مصر، يفتح لنا فرص برضو سياحة. من ناحية تانية كمان الشركات الوطنية بتتشارك أو بتشوف أحدث اللي تقدم في العالم، فتقدر أن هي تطور إنتاجها. يشمل المعرض 6 قطاعات رئيسية تضم الميكانيكا والكهرباء والهندسة الصحية والتشطيبات وأغلفة المباني والإنشاءات الخاصة وأدوات الإنشاء ومواد البناء وتقنيات وابتكارات الإنشاء. النهاردة طبعا في افتتاح مؤتمر ومعرض إنشاء مصر The Big Five، بنشوف شركات كبيرة ومستثمرين في مجال التشييد، هيكون لهم دور مهم في المرحلة القادمة. هذا الحدث اليوم بيجمع كل هؤلاء للمساهمة في تنمية مصر وتحقيق التنمية الشاملة اللي بنشهدها في هذه المرحلة. وجودنا الآن في هذا المعرض فرصة لعرض منتجات الشركة وصناعاتها المختلفة. عندنا مكيفات عندنا قسمين، قسم الاستهلاكي اللي هو السبيلت والويندو والكاسيت، والقسم الوحدات المركزية الكبيرة، بالإضافة إلى وجود صناعات العوازل. تواجدنا في مصر لعرض هذه المنتجات، نطلع على السوق ونشوف كيف مجال الاستفادة من هذه الخدمات، والسوق المصري سوق جدا نشيط محفز. بلغت صادرات مصر خلال 7 أشهر الأولى من العام الجاري 3,973,000,000 دولار، بزيادة قدرها 1.8% عن العام الماضي، ما يؤكد أن قطاع التشييد ومواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري.